السيدات والسادة، نعود إليكم مجددا في نهاية هذا الأسبوع بحزمة من التقارير الإخبارية والإبداعية التي نرصدها لكم من مختلف الزوايا، لنتجول دائما معكم بالصوت والصورة عبر شاشة تلفزيون حضرموت. سنرصد لكم أهم الأحداث خلال الأسبوع عبر شبكة مراسلين المنتشرين في كبرى مدن حضرموت. اقتصاد ينهار يوم تلو الآخر، نتعرف في هذا التقرير على سيرة الأديبة كثير. ما هي النورة وما أسرارها؟ نتعرف عليها خلال هذا التقرير. سنأخذكم مشاهدينا خلال هذا البرنامج في جولة سريعة لملخص الحصاد الإخباري في كل أسبوع. في فقرة تفاعلكم، الإعلاميون يتفاعلون معنا في أول فيديو نعرضه في هذا البرنامج. أرسل لنا تقاريركم وشاهدوها معنا في نهاية كل أسبوع عبر برنامج جولة في ساعة.